تتواصل الحرائق في جبل عمد في مركز ثقيف التابع لمحافظة ميسان جنوبي الطائف بعد أن أكملت 24 ساعة، حيث كانت قد اشتعلت بداية من ظهر أمس الأربعاء، وتباشر فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء الحريق الذي اندلع في جبل عمد مركز ثقيف، وما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة ولا يوجد إصابات ولله الحمد، وفقاً لما أكده حساب الدفاع المدني على تويتر. تمنياتنا بالسلامة للجميع إن شاء الله. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف سعادة العقيد محمد بن عثمان القرني، وهو المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة. العقيد محمد، مرحبا بك وأهلا وسهلا في أخباركم. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونحيي السادة مشاهدي قناة مكة. تحياتنا لكم. بداية يا ليت تحدثنا عن أسباب الحريق التي ظهرت لكم في الدفاع المدني. نعم، الحريق بدأ من مساء يوم الأربعاء. الأسباب، فرق التحقيق تعمل لدينا بالموقع لجمع جميع المعلومات ومن ثم تحليلها لمعرفة أسباب الحريق. حقيقة تم نقل الفرق اللازمة لموقع الحادث، ونظرا لطبيعة الموقع وتقاريسه وصعوبة وعورة المنطقة وأيضا لنشاط الرياح السطحية وسرعتها، كانت عوامل مسببة لصعوبة قيام بعمليات الإطفاء وأيضا انتشار الحريق في جبل تحتي مجموعة من الأشجار والأعشاب والحشائش. تم تطبيق تكتيكات العمليات في مثل هذه المواقع، وتطبيق أيضا خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أيضا بمشاركة من طيران الأمن. ولله الحمد تم عزل الحادث في منطقة محددة ومنعه من انتشار رجعات المنازل. كان في تعاون حقيقة من سكان المنطقة والمواطنين، ونهيبهم لعدم الاقتراب لهذه المواقع نظرا لخطورتها. الفرق لا زالت تعمل وتكافح الحريق، وكما أسلفت وفي منطقة محددة بإذن الله تعالى نسبة السيطرة أكثر من 65% الآن وفي ارتفاع متزايد، وبإذن الله تعالى أنه يتم السيطرة عليه والإعتماد بشكل كامل. جميل. سعادة العقيد، إذا سمحت لي، هل هناك أسباب ظهرت لكم الآن لاندلاع هذا الحريق؟ كما أسلفت تم تشكيل فريق تحقيق متكامل لا زال يعمل وينتظر انتهاء الحادث لرفع بعض العينات ولدراسة سلوك الحريق، وأيضا هناك لجان بإذن الله تعالى سوف تعمل على تقييم الموقع بعد انتهائه ومعرفة الأسباب. لا إصابات تذكر في الموقع. تم مشاركة بعض الفرق التطوعية، أيضا الجهات المساندة مثل الشرطة والمرور والأمانة ممثلة في البلدية الفرعية، نشكرهم على تعاونهم معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نسيطر على هذا الحادث إن شاء الله في أسرع وقت بإذن الله. وإحنا نشاهد بشكل يومي جهود الدفاع المدني في مثل هذه الحوادث. استفسار أخير عقيد محمد، عن الخطط والتكتيكات التي ذكرتها للدفاع المدني لمواجهة مثل هذا الحريق. هناك خطط مسبقة حقيقة، ومؤهلين الفرق موجودة في نفس المنطقة مؤهلة على التعامل مثل هذه الحالات وليست بغريبة عليهم، وسبق أن باشروا حالات مشابهة، وأيضا تم عمل فرضيات طوال العام وتدربوا عليها في الحقيقة تكتيكات معينة نظرا لما ذكرت من صعوبة وعورة الموقع وأيضا سرعة الرياح والتغييرات المناخية التي فترة. فهناك معدات لمكافحة الحريق، معدات متنقلة يتم حملها إلى موقع الحريق لمكافحته، عدا أيضا الآليات والمعدات التي تم إفادها للموقع من محافظة الطائف وأيضا العاصمة المقدسة، والدعم البشري أيضا من قوة الطوارئ للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة. سعادة العقيد، ماذا عن النصيحة التي توجهونها للمواطنين القريبين من هذه المنطقة أو من تلك المنطقة؟
اولا نطمئنهم باذن الله تعالى ان الحادث تحت السيطره، لا زال هناك بؤر من الحريق في مواقع متفرقه، نعمل على اخمادها خلال الساعات القادمه باذن الله تعالى. ننصح بعدم الاقتراب من المواقع، كما لا انسى ان اشكرهم على تعاونهم الذي قدموه على ارض الواقع. جميل، شكر لك العقيد محمد القرني على هذه الجهود، وصراحه من هذا المنبر نوجه التحية لجميع منسوبي الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة، وبالخصوص الرجال المباشرين الآن في هذا الحريق في الطائف. تمنياتنا بالسلامة لهم، والشكر لك على مجهوداتكم اليومية، وأيضا شكر لك على مداخلتك معنا في أخباركم. كان معنا سعادة العقيد محمد القرني وهو المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، كان متحدثا عن هذا الحريق الذي نشب في جبل عمد بمنطقة الطائف ومحافظة الطائف، وتمنياتنا بالسلامة للجميع. ونحن نواكب معكم الآن هذا الوسم الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد في تويتر، وسم حريق